الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشك برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگر خود حسكتن ام دي هندك خلقا دي سجلكين السر روجيه، بس دي بحسي لايك شيت روجيه كين، بحسي روجيه قلكي هاتي كرني. ام دي بحسي روجيه كين كاني شوا علمي بحس كرا، يعني اعجاز علمي ات روجيه دا، يعني قرآني و سنة پیغمبری صلوات خود سربن که چوا بحث روجیه کره و چوا علمی وی گاوی بحث روجیه کره. هندی که روجیه و که رب العالمین ات بیجت ات قرآن پیروز دا، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. و دوی هیوا یا پیروز مبارک دا رب العالمین بشتی ایوها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. گلی خودان ایمانا خودی روجیه کل سر و فرس کری، هر وکی سریت بری و فرس کری، بوچه تشتی لعلکم تتقون، داهین تقوابن و هیش خودی بطرسن و خوش خرابی بدن پاش. مفاید روجیه گلکن گلک جها، اگر منو سحکت روجیه، روجی نبحثی هندیه، یعنی بحثی جانبه کبتنیه، رخه کبتنیه، إنما بحثي قلت اشتاد كت وكي آيات قرآن البشتن وأن تصوموا خير لكم. هكر هين روجيه بيرن بوا تشيترا، يعني تشيتراش نقرتني وديف في آيات دا ديف هرفان شات آيات وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هكا هين زانا، إذا رخورية روجيه لاية روجيه مفاية روجيه نأون، بس أن بحثي هندتكين و فایده آخرت بتنی بتن، نه بحث دنیای جلکی تی دا، بحث یعنی لشی ما جست ما، یعنی جلکی یعنی فایده کی مفاهی جلکی مزنا یتی دا، بلکه دی غریب بته کردم هند صحبتا بکین و وکی یعنی مجی سحکری و خاندی الدف مجی غریب بی، یعنی من باور نکردی هو ثابتن روجی جلک خلق پیتا کی مزن پیت کتن اجبر چی؟ یعنی یه نبصرمان، اجبل یه بصرمانی، یه نبصرمان جی گلا پیتا کی مازن پیت کتن، ات بیش روزی مفایت بی گلا کت مازنن، و پیت ویا که چهوا مرف هوجای درمانه بخود، مرف هوجای زاده کی تازه بخود، مرف هوجای زاده کی پاکش بخود، دا لش مروی شول خواب درستایی بکتن، عینن بحث روزی کری کو فره، بو مروی کو مروف روزی بگیرتن، بو لش مروی. چهار عالم یتمزن ی دنیای دهین دشوانه الیابانی یک شوانه جوان عالما، یعنی ال دیف روجیه چوی و بحث روجیه کری ناوی وی عالمی یورشینوری و سومی عالم کی یابانیه یل سر یعنی ال دیف روجیه چوی و اوی عالمی بحث فایده و مفایت روجیه بو جست مرووی بو لشه مرووی یتکرین جیانا مرووی ده کار روجی چند فره. طبعا اف زانا گلکی یه برکتیه و اوی زانای و کولیناوی و دیفچوناوی بو روژیه یه گهشتی استکی گلکی مزن جهانه دا، یه گهشتی استکی گلکی مزن جهانه دا، حتی یه گهشتی وی درجه که خلاتش همیه مستره افروکت جهانه دا دن زانا و تی گهشتیه و اوی تشتید غریب و مدرد ایخن تشتید گلکت مفای الخلکیت کن المروویت کن الدنیای دا اوی خلاتی دنی و یا بربلاو و یا مشهور خلات نوبل اوی زانای یورشینوری و سومی خلات نوبل یور گرتی اب چه تشتی؟ اب روژیه. چه اب روژیه ور گرته؟ یعنی اوی هنده مفایش روژیه اینان داری قبول شمروی چنتی بفایده یا و علما وقتی هاتینو برای خداین اف یعنی نتائج توی اف تشتی او گهشتیه پیگ و همیا اعترافا پیکری اف تشتی تدبیج راستا و جبلی یعنی جبلی راستیه جی گوتی نه ما و تشتکی بچی کتا کری نه ما تشتکی وکی عالم کش عالم دنیا شولا کری افت تو هوجی خلات نوبلی خلات نوبل جایزا نوبل اوی عالمی یا ورگرتی اف جائزه
التشتي دارجتي بجل الفسيولوجي والطب العام يعني بحسي يعني مفايتوي لشي مروفي وتندرستو يا مروفي و يعني بو دكتوريني أبي أف جائزة يا ورقرتي أبي أفا خلكي شو أف دياري هندا مظن داي وشو قلت تو هوجي في خلاتي مظنة أبي البرفيتشتي فيتشتي ورقرت أفتش لاتشيا بشت عملية الالتهام الذاتي عملية الالتهام الذاتي يعني تشتكى كل شيء مرو بخواب خوا دي تشكتن دي أو بخواب خوا تشتي خوا يزرار دي حالينتن دي خط دي لشي مرو بجي خلاص كتن أبي بسبب بيشن دي جائزة نوبل يا ورقرتي جائزة نوبل يعني خلات نوبل يداي أو تشت بيجتن بشتن يعني بشتي وي قوتي ازي جهشتي مي وخلكي بره خداي افا اخفتنا وي تشت بيجتن بشتن ديك لشي مروفيا لشي مروفي وكي برسيبي إن جسد الإنسان حين يجوع يأكل نفسه أو خبخة دي خواخد أو خبخة لشي كي تشت نمينتن أو خبخة دي خواخد دي تشت تشتي خود بشتن دي خواخد آنجي دي تشت أو يقوم بعملية تنظيف وإزالة لكل الخلايا السرطانية وخلايا الشيخوخة والزهايمر بشتن لشي مروفي دي خواخد يعني أو خبخة دي خواخد آنجی امشین بجنه نگو دی خواه خود یا این دی خواه پیش کتن نه دی رابط مشوله که بعملیه که چوا امشین دکتوری ورمکا یعنی یا خرابش لشی مروی تین دره یا سرطانه بت خودی نکت آن یا تشتکی بتن بش عینن افلش راد بتن بعملیه که عملیه که راد بتن بو چه اف عملیه چه تشته بش پاقش کرنه تنظیف و ازالت پاقش کرنه و را کرنه پاقشت کتن لشی و لشی خلولات كت فالات كتش تشتي خلايا سرطاني بنجاشيري او خلية تشوا اويت بيراتي الدف مروفي بيدات كن او خلايا بيربين خلايا سرطاني و خلايا بيراتي او خجية بيربين و بيراتي جل دف مروفي بيدات كن و الزهايمر يت زهايمر جي افا يعني يا ديارة بشتن لشي مروفي وكي برسي بي ديفان شولا كت افا كي شوات بجتن يورشينوري و سومي بشتن ويادي تريجي افيجت كت افايك ويحافظ على شبابه بالاضافة لمحارمة امراض السكري والضغط والقلب سرفي شندي خلايا سرطانة خطن وخلايا يعني لشي باقجت كتن وخلايا يعني او خانة لشي مروفي دا يتبيراتي يعني يتبيربين يعني يتبيربين ودي انسان يجي بيركن وسرفي شندي جراد دي مروفي بارزتن روجي دي والمروفي كتن مروفي بارزتن همي وقتاي جحيل بتن زي جحيل نيا مروفي دي بارزتن وهر وصاد دي فجدا دي شكتن اف روجيا دي رابتن هندي ايشت هين يعني محاربة دي شر وان ايشا كتن لشي مروفي دي خلاص كت كيش ايشن يا سكرية ويا ضغطة ويا دلي افا اف عالمت بجتن هكر لشي انساني برسيبي دي فان شولا كتن دي شو افشولا انكرني دي شو وان شولا كتن بش تتم هذه العملية عندما تتكون بروتينات خاصة وكي لشي مروفي برسيبي دي رابط فان خليا بيش كتن دي شو بيش كتن بش تأفلش دي هندك بروتين تيدا چيبن أبو عالمي بحث كتن هندك بروتينات خاص دي چيبن وكا شو چيبين هندك ظروف يتميت معين يتشيبين بشتي لش فان بروتينات شتكتن وبعد أن يصنع الجسم هذه البروتينات فان بروتينات شتكتن تتجمع بشكل خلايا بشكل انتقائي حول الخلايا الميتة والسرطانية والمريضة بشتي هاف بروتينة دي كومبن دي الدورتش زفرن اتلاشي دا دي كومبن السر فان خليا كيش خليا فخانة مري أبيت لشي مرو بدا أبيت سرطاني وأبيت مري يعني النساخ ويتمري ويتسرطان دل دور فانا كومبن ودي فانا باقش كنش لشي مروفي ودي چليكن يعني دي راكن ودي كوجن ودي باقش كن وتعيدها الى صورة يستفيد منها الجسم ودي دي چليكن دي فانا كومكن اش هريك يا مري ويا نساخ وخلال السرطان دي راكن
ودي تشتكي دي بو مروفي جي تشيكن تشتكي وصاد جي تشيكن كل شي مروفي فايدة جي بكتان بشت أفهم شين في قوي شين بيجن وكي في قوي تدوير المخلفات تدوير المخلفات شو تشتن أفا يا وكي قليشي أمت آوي جين دي رابن في قليشي تشتكي دي جي تشيكن دي كوم كنو دي يعني باقش كنو دي هندا تشتكي دي تري جي تشيكن كهربا جي تشيت بتان غازة جي تشيت بتان وهر وصا باجر جديد باقش كرني يعني ريو وكولان جيتين باقش كنش في قليشي عينا بيشتن أفاجي لشي مرو في دي باقش كتش فان خليا أفخانة مري يت سرطاني يت نساخية أفانا همية دي كوم كتن ودي تشتكي جي تشيكتن لشي مرو في فايدة جيب كتن بيشت سرفي چندي دي چواتش بيشت حتى أفشو لابيت كرني أف عالمه وصاد بيجتن وبيشتي يعني خلكي جهاني خلاتي نوبل يداي إجبر في چندي قلتي أز حتى أفشو لابد كرني بيشتن لازم أشد بأن التزام الإنسان بأمور غير تقليدية تؤدي إلى عملية الالتهام الذاتي بيش لازم هند مروف هند شو لا رابطا نيت جاف لي كرنا برينو كخلكي يعني نا نتشت يديار من أشكرنا أبي درماني بخو أبي نادب دب هند شو لا رابطا أفشو لتكاد بجني عملية التهام الذاتي هما أو خب خوا دي خوا خط أو خب خوا دي ويتش دي خط وان خلايا باشا جوان شولا أفيد كوي قوتين وخلات نوبل بيوار قرتي چيا إك بجتن لازم إنسان خارنو وخارني نخوتن زادي خارنو وخارني نخوتن المدهة كي كيمتر نبتش هالساعاتا وزيدة ترنبش 16 ساعات يعني لازم هالساعات حتى 16 ساعات هر خارن وفخارن طبعا انا بحسب الرجيمات كتن رجيمات احتمال الفت كشتن ساعات زياده ترجي بس اوت بيجتن هالساعات حتى 16 ساعات مروف زادي نخط مروف اوي نفخوتن بس بشرط كي اف خلايا اف رجيه اف خارن ونفخارن يعني نفخارن ونخوارنا أزادي بشرطك يشتشته بشرط أن يتحرك الإنسان في تلك الفترة ويمارس حياته الطبيعية دون توقف أو نوم في شرطي كمروف شولي خابكت روجيبت خوارنا فخوارنا بشيطة يعني تخواجي قطع كر اتمدهي هالساعات دا حتى 16 ساعات تشولي خوا عادي بكي هركزك شولك هاي بجتسر شولي خوا بكت نمروف راوستتن روجي دي قرم ودي راوستت شولنا كت ولا عزيب روجي ما انجي دي رابط نفت ولا اسناشم چكو عزيب روجي ما نا لازمه چبكت لازمه شولي خوا بكتن چكو دا لش وي زادي بحلينت بشتي خلاص كر دا بجا لش هنده زادي دير بقرهتن دلكيش زادي قرهتن اف خلايت في قوي مقوتين بحسية نساخ ويت مري ويت سرطاني اف شرطي شرطي ايكي هاي الساعاتا زادي ناخوتن حتى شازدا وشو اللي خوش بردوامي بكتن ناب نفستني ام سكنيني چونكي اف فايدة جينا اتكرني شرطي دوية چيا بشتي نتشيد بتو لازمة الروجية كي بجري بشت اف روجية لازمة دوبارة ببن تتكرر هذه العملية لفترة من الزمن قوتي لازمة تبر دوامي فان روجية بجري حتى لش تبكتن فايدكي جالكي مظن بخش فان روجية بجرتن ونهيلت ايه افيجي نهيلت جاركا دي خلايا السرطان جاركا دي بزبرن به طبعا هكر يعني زعيف كالروجية كي يا دوي يا سي يعني دي او دي بت يعني بس هكا ايك بتن ايك يعني احتمالا دي فايدة كده بس فايدة بي كيما اما ملاش حتى صافي بتو باقش بتن جفي قليشي لازمة كانت روجكا لازمة بروجي بن قد بشت افا چوا افا قهشتي اف مروف هات هند مروف اينان اف مروفت كو روجيات جرن اف مروفت روجيات جرن وتجربة ساركي قوتي بري خودان فان مروفا افت روجيات جرن بشتن هندك تشتت لشي وانادا تشيبين تتكاثر جسيمات بروتينية غريبة هندك تشتت لشي وانادا تشيبين هندك بروتين تشيبين يعني كلاخت بروتيني تشيبين ود غريب بين ات كيدري دا اف بروتينة تشيبين كيدري دا اف تشتت جسمت غريب كلاخت غريب يعني تشيبين تلشي دا في انسجة المخ والقلب والجسد ات كلاخي تشتشتي دا يعني نسيج اف تفني كو دماغ جهاتي تشيكرني الدماغي دا و الدلي دا و تكلاخي دا
اف بروتينا تشيبين يد غريبن افا بسبب الروجيه تشيبين مش اف بروتينا وكيشيا وتشبه تكون اشبه بمكان ستتغذى على اي خليه غير طبيعيه تقابلها اف بروتينا وكيشيا وكي جيسكاكينا چوا گلیشی کومت کتو گلیشت مالت و پاکشت کتن و جا اوانا گلیشی پاکش بشت اف خلایا السروانا شولت کن وان خلیت خون یعنی زاده وان پروتینا چیه او خلیت مری و یت سرطانه و یت نساخیه نصیحتا دی تری اوی عالمی کری که اف جایزه خلات هنده مزم پیور گرتی گوتی لازمه چنده بتن اف روجیه بشتن لازمه در روجه حتی سیاه حتی یعنی اسبوعی ده اسبوع اذا ابا على الاقل كيم ترج دروجا نبت بلا سيبن بس كيم ترج دروجا نبت حتى ابي شولي بكتن وتمدهي هالساعه حتى شاز الساعه افا ديفانج اف شولاد اتكرني وافي مروفي جائزه خلاط النوبل يجيهاني يورغرتي تزاني السرچتشتي بشتي علماء هميا اعتراف بكري وتجربتي ديار بين أشكرابين هميا قوتي والله أبا الراستا وتتشتكي جالك غريب وعجيب إنا وكاس نجهشتوي أبا تجهشتيه أبا خلاط النوبل داين إذن إسلامتي وكي روجيب مديناي رب العالمين بيشتن وأن تصوموا خير لكم هكا هن روجيه بقرن بوا تشيترا إش نقرتني نباز بحسي آخرتي بتني يا خودي ديش مروفي الرازي بيتو خير دي مروفي إتني بسيني وإنما بو دنيا جيكا دنيا جي برا خبدي چوا علماء الديفشون چوا فايدي هنده مظن إش روجيه هاتي قرتني كي أبانيشا في غنبري دا صلافة خود السربن أمري أمتا خابكتن بري 1400 سالة روجيه بقرن خارنو وخارن نخون إش بانجس بيدي حتى المغرب مده هس يعني 16 ساعة 18 ساعة عند عرضة بتريجيكا وتمده السهر روجادا تمده السهر روجاداجي وتبجت ما روجي بوتاتشيترا دام زانين وأف بيغمبرا صلاة خد السربن وما ينطق عن الهوى إش نكخوانا آخفة إن هو إلا وحي يوحى هذا وحي رب العالمين يا وأو خذ أفدينا هنارتي أفدينا يراستا وأبدينا يدرستا وأبدينا فايدة مدانا عبادة تفيدين فايدة مدانا بالدنيا وبآخرته فيش عندي أمهاتين دوما هيكا في خلاكي وحتى خلاكي قادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته